الحقيقة النهاردة يمكن من اللحظات الحلوة جدا اللي أنا يعني حسيت بيها وشفتها، اللي بتمس قلوب ناس كتير جدا، مؤسسة دكتور مجدي يعقوب في أسوان. أنا يمكن حضرت الافتتاح، والنهاردة في زيارة للمؤسسة. التطور اللي احنا شفناه، الحالة الإنسانية الكبيرة جدا جدا اللي موجود عليها كل من يعمل في المؤسسة دي، الحقيقة حاجة مشرفة جدا، حاجة بتسعدنا كلنا. شفنا النهاردة وسمعنا أرقام كبيرة جدا المؤسسة ساهمت فيها لأطفال لسه ولا بيتكلموا ولا بيعرفوا يمشوا حتى، وكبار جدا في السن. الحقيقة الأمر اللي احنا شايفينه النهاردة أمر بيخلينا نبقى عندنا أمل كبير جدا في مستقبلنا كمصريين وكعرب، إن احنا بالحب وبالانتماء لبلدنا، بالانتماء بإيماننا، لأن دي رسالة إنسانية، أعتقد يعني كلنا نحقق حاجات كتيرة جدا مع بعض. احنا سعدنا جدا بدوت، وتشرفنا جدا النهاردة بوجودنا في مؤسسة لراجل الحقيقة سعدت بلقائه، يعني الدكتور مجدي يعقوب. احنا يشرفنا جدا ويسعدنا بهذه الزيارة، وخصوصا الكابتن الخطيب، ان دي حاجة جميلة جدا ان يكون في تعاون في خدمة الشعب، ودي حاجة بنعتز بيها جدا. احنا متشكرين جدا على هذا الشعور، وهو شعور متبادر، لان احنا بنحب النادي الاهلي وخدمته للشعب، وان شاء الله يكون في مودة وخدمة للشعب في المستقبل. أستاذ إبراهيم، وجاليفر يتعرض لسهام الصغار، ها؟ يمضي قدما في دوره المجتمعي والإنساني ولا يعبأ، وكأن الأهلي يعلم تماما أنه خلق لمثل هذا الدور الكبير. لما تشوف دكتور مجدي وهو يعني يقدر دور النادي الأهلي، ها، ويثمن ويقول لك مش غريب عن النادي الاهلي، وهذه الزياره اللي بتحط النادي الاهلي في المكانه الحقيقيه بتاعته. هنا يحضرني شيء، ان افتتاح هذا التطوير الكبير جدا، انت بتقول 3 اضعاف الكاباسيتي او الطاقه والكفاءه اللي كانت موجوده في المستشفى القديم، بيحضرني ان منذ اكثر من عام تعرضت تجربة الدكتور مجدي يعقوب لهجوم، ها؟ هو انتوا بتتبرعوا ليه؟ هو عمل كام حالة يعني؟ هو ها؟ فيأتي الرد دون ما الراجل ما انشغلش. لا، أنا باخد التبرعات مش بس عشان أعالج بيها، عشان أطور وأكبر ومزيد من الرعاية. أنا منحاز جدا يا أستاذ إبراهيم لكل جهد تنموي في الصعيد. منحاز جدا لكل من يستطيع أن يقدم خدمة تريح هذا الجانب البعيد عن أضواء العاصمة، ولكنه الحقيقة يعني يلقى الآن اهتمام في كل الأصعدة. فالنادي الأهلي لما يقدر يساهم ولو بجزء بسيط، وده دوره، لازم كلنا نبقى سعداء ان احنا يعني في هذا النادي اللي الحقيقة ما بيأثرش في اي جانب من جوانبه الحقيقة. يعني ده الدور المجتمعي والإنساني والخيري للنادي الأهلي، والمجلس إدارته الحقيقة اللي حرص على زيارة هذا المستشفى، والبروفيسور مجدي يعقوب هو كمان يستحق من كل مصري كل الثناء والتحية والتقدير. تتكلم على بروفيسور عالمي بهذه القيمة يرجع بلده، يرجع منبته، يرجع لمسقط رأسه في الجنوب علشان يقدم مجهوده ويقدم علمه ويقدم خبراته، مش بس حتى في العلاج، لا، في تأهيل وتخريج وتدريب الأطقم الطبية لعدد كبير من الأطباء الشبان، الجيل اللي هيتسلم منه غاية جدا، خلق هذه الكوادر الطبية الفاعلة والمدربة جيدا على يد بروفيسور في قيمة الدكتور مجدي يعقوب.